مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحوار، ونحييكم من بكين. واختتمت الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية 20 للحزب الشيوعي الصيني في 18 من يوليو هذا العام، حيث أصدرت بيانا يهم التنمية الصينية في المرحلة القادمة كما يهم العالم أيضا. في حلقة اليوم سنتحاور مع ضيفين كريمين في الاستوديو حول أبرز مضامين هذا البيان، وهما الأستاذ لي يوانشين خبير في الشؤون الدولية، مرحبا بكم أستاذ لي. مرحبا. وأيضا الدكتورة وي تشيرونغ أستاذة بجامعة دراسات دولية ببكين، مرحبا بك أيضا أستاذة وي. أهلا بك. دعونا نبدأ الحوار معكم أستاذة وي. في السنوات الأخيرة كثيرا ما نلاحظ وجود الحمائية في السياسة التجارية لبعض الدول، وأيضا لدى بعض الدول شكوك حول مستقبل انفتاح الصين. فحول هذا الموضوع كيف نقرأ البيان الصادر عن الجلسة الكاملة الثالثة؟ نعم، أثق بأن كثير من المشاهدين قد تابعوا أخبار الصين في هذا الأسبوع، لأن الجلسة الكاملة الثالثة تنعقد خلال هذا الأسبوع. فهذه الجلسة قد جذبت اهتمام وأنظار العالم إليها. أشارت الجلسة الكاملة الثالثة إلى أن الانفتاح علامة واضحة على تحديث الصين النمط، ويجب أن نلتزم بالسياسة الوطنية الأساسية للانفتاح على العالم الخارجية، وأن نستمر في تعزيز الإصلاح من خلال الانفتاح والاعتماد على مزايا السوق الصينية واسع النطاق، وكذلك تعزيز القدرة على الانفتاح في تعزيز التعاون الدولي، وأيضا بناء نظام جديد لاقتصاد مفتوح على مستوى أعلى. وفي واقع الأمر كما ذكر في تقرير الجلسة الكاملة الثالثة إلى أنه من الضروري تعزيز وتوسيع الانفتاح المؤسسي بشكل مطرد، ومواصلة تعميق إصلاح نظام التجارة الخارجية، وتعميق إصلاح آلية أيضا في الاستثمار الأجنبي ونظام إدارة الاستثمار الأجنبي، وتعزيز وتحسين تخطيط التنمية، وكذلك الانفتاح الإقليمي، وتحسين أيضا آلية لتعزيز التعاون عالي الجودة في مبادرات الحزام والطريق. والجدير بذكر أنه في الجلسة الكاملة الثالثة للمؤتمر الوطني 11 المعقد في عام 1978، هذا كان لأول مرة طرحت سياسة الإصلاح والانفتاح على مدى أكثر من 40 عاما. قد شهدت الصين تغيرات جذرية بسبب وبفضل تطبيق سياسة الانفتاح على العالم الخارجي. لذلك نقول إن الصين ستواصل تطبيق سياسة الإصلاح أمام دول العالم، لأنها فعلا جلبت خيرا لشعب الصينية وكذلك لشعوب دول العالم، لأن الصين دائما تدعو إلى تحقيق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك من خلال التواصل والتبادل مع دول المختلفة. وكذلك الصين دائما تدعو إلى تعددية الأطراف بدلا من وحدية الجانب في التجارة الدولية. كما ذكرنا أن الصين كانت تطرح مبادرة الحزام والطريق، ومبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الحضارات العالمية. فكل هذه تدل على أن الصين ستواصل فتح أبوابها على مصراعيها أمام دول العالم، وتعميق الانفتاح معهم لتحقيق المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الدولي بشكل مطرد. نعم، فأستاذ لي، أشارت الجلسة إلى أن نظام السوق الاشتراكي رفيع المستوى هو ضامن هام لتحقيق تحديث الصيني الطراز. فبرأيكم ما شكل نظام السوق الاشتراكي رفيع المستوى، ومتى يمكننا أن نصل إلى هذا الهدف؟
بالنسبة لهذا المفهوم وهذا النظام وهذا السوق هذا حسب ما أتذكر منذ بداية مرحلة انطلاق مرحلة انفتاح وإصلاح وبدأ بعض الأقاويل من القيادات ومن الحكومات المركزية والحكومات المحلية أيضا طرحت مثل هذه الأقاويل والمفهومات والنظريات، ولكن حقيقة رسميا أتذكر في صادرة رسميا في مؤتمر الوطني 14 المنعقد في 92 من القرن الماضي للحزب الشيوعي الصيني، أن هذا المؤتمر الوطني للحزب طرح هذا المفهوم وهذا النظام رسميا، وحتى الآن صار 32 سنة. خلال هذه السنوات طبعا قد تحققت منجزات عظيمة جدا بفضل القيادة الحكيمة من قبل الحزب وأيضا بجهود المشتركة من قبل جميع الشعب الصيني وأعضاء الحزب أيضا. طبعا في الأصل هذا المفهوم وهذا النظام فكرة جديدة لم يسبق له في تاريخ البشر وفي تاريخ النظرية المركزية أيضا، هو يعتبر تطبيقا حيا وواقعيا للنظرية المركزية في الصين هكذا يعني، ويعتبر أيضا كما يعتبر أيضا ابتكارا من قبل الحزب الشيوعي الصيني من هذه الناحية. نعم. وقد دلت الحقيقة على كامل نجاحها في تنفيذ هذا النظام في الصين. فخلال هذه السنوات طبعا جعلت السوق أكثر مساواة وأكثر معادلة وأكثر حيوية. طبعا بالنسبة إلينا أصله النظام الاشتراكي بتأكيد نتمسك بكل قوة بالملكية العامة، هذا بلا شك، على الشركات والحكومات الوطنية الحكومية هذا بلا تردد، ولكن على مفهوم هذا النظام يجب أن نتمسك في نفس الوقت أيضا ونهتم ونولي اهتماما معقولا لتطورات القطاع الخاصة، بمعنى الحق والحقوق للملكية الخاصة أيضا. هذا نظرية جديدة بالنسبة إلى مرحلة الاشتراكية في البدائية في داخل الصين. ففي نفس في هذه الحالة أصبح السوق في داخل الصين أكثر تتمتع أكثر حيوية وأكثر الحرية أيضا، مما جعلت هناك القوة زائدة لتطوير هذا السوق خلال هذه السنوات، إلى جانب هذا جهود والمساهمات من القطاع العام من الملكية العامة. هناك في ملكية خاصة هم لهم دور أيضا أكيد هذا في هذه الناحية أيضا. طبعا هذا الهدف ونستطيع أن نصل إليها، وهذا الهدف لا يمكن أن نقول نحققها بكل سهولة، لا، يجب أن نبذل جهود خلال عشرات السنوات، لأن يعني من بداية طرحها حتى الآن صار 32 سنة كله هو تطبيق وبعضها تجربة أيضا، ونعدل ونصحح ونحسن بعض الجداول لأن نصل إلى الوضع في الوقت الحاضر. حتى الآن أعتقد أن في قرار يمكن رسمي سمعته أن هناك في سنة 35 نستطيع أن نصل إلى هذا الهدف بصورة كاملة، بناء سوق اقتصادي للاشتراكي لسوق اقتصادي للاشتراكي في داخل الصين. هذا ليس مهمة سهلة، يجب أن نتحمل المسؤولية ونبذل جهود سوية ونتعاون مع القيادة مع جميع الشعب، وفي نفس الوقت أيضا نتعاون مع العالم الخارجي أيضا. نعم، وهناك لوائح وقواعد وآليات يجب أن نقوم ببنائها أو تحسينها خلال هذه السنوات حتى يعني يرتفع مستوى السوق الاشتراكي باستمرار. فأستاذ وي، أيضا أشارت الجلسة إلى أن تنمية العالية الجودة هو أولوية من مهام بناء دولة اشتراكية حديثة، ف يعني بشكل شامل، فبرأيكم ما الذي تتضمنه التنمية العالية الجودة؟ نعم،
فعلا أكدت الجلسة الكاملة الثالثة على أن التنمية عالية الجودة هي المهمة الأكثر أهمية لبناء دولة الاشتراكية حديثة على نحو شامل. وكذلك يعني لابد من قيادة الإصلاح بالفكر التنموي الجديد والانطلاق من المرحلة التنموية الجديدة لتعميق الإصلاح الهيكلي لجانب الأرض، وكذلك إكمال آلية التنمية عالية الجودة واستحداث ضخم جديد ومزايا جديدة لدفع عجلة التقدم إلى الأمام. وفي واقع الأمر هناك دلالات تتضمنه تنمية عالية الجودة، ففضل أو ركز على الجوانب التالية. الأول، نقول إن التنمية العالية الجودة تتطلب التعديل الاقتصادي الهيكلي وتحسينه، لأنه سيعزز التحول الصناعي والتحديث الصناعي، أو هذا يعني تحول الصناعة التقليدية. يعني لابد من تحويل الصناعة التقليدية بتركيز على الجهود المبذولة من الحكومات المحلية والحكومة المركزية إلى أن جعلها يعني مدفوعة بالتكنولوجيا المتقدمة. وكذلك الموضوع يتعلق بتنمية صناعات الناشئة، وأيضا صناعات نقول الخدمات الحديثة، أيضا لضمان عجلة التنمية تتقدم إلى الأمام باستمرار. والموضوع الثاني هو يركز على التنمية أيضا يكون منخفض الكربون. كما نعلم عندما نولي اهتمام بتنمية الاقتصادية لابد أن نولي اهتمام أيضا بحماية البيئة. فالتقرير يركز على تحقيق التنسيق بين التنمية الاقتصادية وبين حماية البيئة، حتى يجعل عامة الشعب يشعر بأننا فعلا إن المواد أو الاقتصاد المادية يلعب دورا مهما جدا في الحياة، ولكن في نفس الوقت لابد أن نبذل قصارى جهدنا لجعل بيئتنا أجمل وأخضر حتى تحقيق التنمية المستدامة والتنمية الخضراء. وكذلك الموضوع أيضا يتعلق بالتنمية، يعني لابد أن يكون يعتمد على الابتكار. كما نعلم إن الابتكار يمثل القوة الدافعة الأولى في تنمية الاقتصاد الصيني في المرحلة الراهنة. لذلك دائما نقول هناك الابتكار النموذجي والابتكار الإداري والابتكار التكنولوجي، فكلها تلعب دورا مهمة جدا في تحقيق التنمية المستدامة. وأيضا في نفس الوقت عندما نعتمد على الابتكار في نفس الوقت يسهم في رفع كفاءة المنتج أو كفاءة القوة الإنتاج، وأيضا في تحسين مستوى الإنتاج أيضا. لذلك أرى أن كل هذه الجوانب الثلاثة هي تفسر معاني التنمية عالية الجودة. نعم، في الحقيقة هناك تجارب كثيرة حاليا في الصين يعني تعزيز القوى الإنتاجية الجديدة أو تنمية عالية الجودة. فبعض التساؤلات الأخرى سوف نتحدث عنها بعد فاصل. فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد. الآن واصل الحديث. أستاذ لي، قبل قليل تفضلت الأستاذة وي حول التنمية العالية الجودة وأيضا الابتكار وتنمية الخضراء. في الحقيقة يعد تطوير صناعة سيارات الطاقات الجديدة خبرة، يعني تجربة إيجابية جدا في السعي وراء التنمية العالية الجودة. لكن في الفترة الأخيرة
قررت المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية مؤقتة على سيارات الكهربائية الصينية. فكيف تنظرون إلى هذا الإجراء؟ وأيضا ما تعليقكم على دول داخل الاتحاد الأوروبي التي عرضت هذا القرار أو امتنعت عن التصويت وعددها ليس قليل؟ هذا الإجراء من قبل الاتحاد الأوروبي هذا يعتبر أصلا وبكامله يعتبر حمايات تجارية والتي يعرضها كل العالم. الآن معظم دول العالم يعلن علنيا يعني على هذه الإجراءات الحمايات من أجل مصلحة طرف واحد، ولكن في الحقيقة في الأخير أضرار على جميع الأطراف. فهذا حمايات يبدو أنه حمايات على الطرف الأوروبي، على شركات أو مؤسسات الأوروبية المحلية، ولكن في الأصل وفي نفس الوقت يدير المستهلكين الأوروبيين المحليين أيضا، وهم سوف يتحملون تكاليف أكثر من أجل تمتع على استخدام السيارات الطاقة الجديدة من قبل الدول الأخرى مثلا من الصين. من الصين هذا أيضا هذا يعتبر شيء جديد وأيضا اتجاه حتمي لتطورات اقتصاد وتحولات اقتصادية في العالم. هذا جميع الدول العالم يتجه ويبذل جهود لتحقيق هذا الهدف، والصين طبعا متقدما نسبيا في هذه الناحية، وشيء جميل بالنسبة إلى الصين طبعا أولا وقبل كل شيء، وبالنسبة إلى دول المتعاونة مع الصين أيضا بما فيها دول من الاتحاد الأوروبي أيضا. ويبدو أنه هو يمنع استيراد السيارات الكهربائية من الصين، ولكن أصله هو أضرار على المستهلكين المحليين أيضا، إلى جانب الضرب يعني مدير على سلسلة تمويل وتوريد للعالم والإقليم أيضا. ففي الأصل هو سيسبب خسارة على تجارة البينية وتجارة الدولية أيضا. فكما عرفنا أن هذا القرار حتى هذا القرار قرار إقليمي من قبل الاتحاد الأوروبي، ويجب أن يوضع على أساس متين وعنده دلالات وشاهدات، ولكن في الحقيقة ينقص هذه الناحية. لم يكن هناك دلالات تدل على مخالفة الجانب الصيني أو هناك بعض الأشياء غير مناسبة التي قام بها الجانب الصيني، ولم يكن هناك أي دلالات تدل على هذه وتؤيد على إجرائه، ويعتبر مخالفة أيضا مخالفة للقوانين التجارية الدولية حتى WTA يعني هذا WTO هذا يعتبر مخالفة نوع من المخالفة. إذن يحق لنا أن نرفع القضايا والدعاوى إلى المنظمة الدولية ضد هذا القرار هذه من ناحية. من ناحية أخرى كما تكلمت هناك في عدد كبير من الدول وأيضا بما فيها كثير من الشركات والمؤسسات من ضمن اتحاد أوروبي قد عبر بكل وضوح معارضتها على هذا القرار. هذا دليل إن دل على شيء فهو يدل على عدم الصحة لهذا القرار، لأن هم بالنسبة إلى شركة أو مؤسسات هم كيف تفكر وتدع مصلحته في المقام الأول، فدليل على أن هذا القرار يدير مصلحته ويدير إقامة التعاون السليم مع دول أخرى، فلا بد أن يعبروا عن معارضته واعتراضه ضد هذا القرار. فهم يفكرون بكل عقل يعني بعقل سليم، وهم أيضا يظنون أن هذا القرار يدير وأيضا يجب أن يعدل أو على الأقل يجب أن يكون هناك مراحل أو تشاور مع جانب المعنيين مثل الشركات الصينية، ولكن نعرف السلطة الاتحاد الأوروبي يفكرون بكل جدية على هذا أم لا. هذا يعتبر حمايات من طرف واحد، ولكن الآن ندعو تعددية الأطراف الاقتصادية في العالم اتجاه معاكس. في الأخير سوف يكون النتيجة
غير لصالحهم أيضا. نعم، هذا الإجراء الحالي مؤقت يستمر حوالي 4 أشهر، لكن على كل حال هناك دول أوروبية وكما قلتم مؤسسات أوروبية تعارض هذا القرار لأنها لا تعتقد أن هذا في صالح الدول الأوروبية. فعلى كل حال أستاذ وي، تتمتع الصين بالكثير من الشركاء في أنحاء العالم بالرغم من وجود عدد قليل من الدول الغربية التي تحاول احتواء تنمية الصين. طبعا في هذه الشركاء للصين الدول العربية، فكيف تقيمين مستوى التعاون الصيني العربي الاقتصادي والتجاري حاليا وما آفاقه في الفترة ما بعد انعقاد الجلسة الكاملة الثالثة؟ نعم، يمكن القول إن التعاون الصيني العربي في مجال الاقتصادي والتجاري قد شهد أكثر الفترة نموا في السنوات الأخيرة في كافة المجالات. يمكن أن نذكر مجالات البناء والتصنيع والطاقة المتجددة وكذلك تحلية مياه البحر وكذلك التعاون في بناء سكك الحديد فائق السور وغيرها. يعني عندما نعد مشاريع فلا يحصى بالعدد في الوقت الحالي، لذلك تحدون الثقة بأن هذا التعاون فعلا شهد وسيظل يشهد مزيد من التقدم في السنوات المقبلة. من حيث التجارة على سبيل المثال، ظلت الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية، وفي نفس الوقت تكون الدول العربية من مورد النفط الخام للصين في دول العالم، لذلك شهد تبادل بين الجانبين تقدما مستمرا في هذا الصدد، خاصة في السنوات الأخيرة. دائما ما نطلع على الأخبار تفيد بأن الصين تتعاون مع على سبيل المثال السعودية في بناء سكك الحديد فائق السرعة تربط بين على سبيل المثال مكة المكرمة إلى المدن المختلفة، وكذلك في بناء سكك الحديد فائق السرعة في مصر، يعني خاصة يربط بين العاصمة الإدارية والمدن الأخرى في داخل مصر أيضا. هذا من حيث التجارة. وكذلك أذكر الحفلة التي كنت أحضرها قبل يومين تقريبا، كانت السعودية تقيم حفلة ترويجية لإعلان عن سياسات تشجيعية الاستثمارية أمام الشركات والمؤسسات الصينية. فكان الوفد جاء من السعودية، كان الوفد يتكون من مسؤولين من وزارة الاستثمار ووزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة الطبيعية وغيرها. كان الوفد كبير جدا، كل واحد يقدم أحوال وفرص استثمارية متاحة أمام شركات والمؤسسات الصينية، كذلك تصدر سلسلة من السياسات التشجيعية والتفضيلية أمام شركاتنا. لذلك دائما ما يعني نتطلع إلى هذا النوع من التعاون بين الصين والدول العربية، هذا من ناحية التجارة. ومن ناحية أخرى أن تبادل الشعبي، أنا كأستاذة شغالة في الجامعة أمر بتجارب شخصية، هناك أصبح مزيد من الجامعات العربية ترغب في تعزيز التعاون مع الجامعات الصينية، وأيضا ترسل وفد لزيارة الصين، وأيضا الجامعات الصينية ترسل مجموعة من الطلاب للسفر إلى دول العربية لإكمال دراستهم، سواء كان في دراسة اللغة العربية أو التخصصات الأخرى. فشهد تبادل الثقافي بين الطرفين تقدما مستمرا في السنوات الأخيرة أيضا. وكذلك عندما نذكر موضوع التبادل الثقافي، أيضا دائما أركز على يعني دورة تدريبية
للمسؤولين في المجالات المختلفة من الدول العربية، كانت تنظمها وزارة التجارة الصينية أو وزارة الخارجية الصينية، مجموعة من الدورات التدريبية يعني يدعو كثير من المسؤولين يتخصصون في هذا المجال. عندما يأتوا إلى هنا قد يبقى في الصين لمدة نصف سنة تقريبا، على يعني هناك مدة تدريب متفاوتة من شهور إلى يعني نصف سنة. أيضا في وسائل الإعلام لدينا تعاون وتبادل مع الزملاء في وسائل الإعلام العربية أيضا، فهذا التعاون يشمل جميع المجالات. فأستاذ لي طبعا لهذا البيان مضامين كثيرة، لا يمكن أن نذكر كل ناحية منه، بل نختار بعض المجالات. فذكر البيان أكثر من مرة أهمية الابتكار وتنمية الخضراء، فبرأيكم ما آفاق تعاون الصيني العربي في هذه المجالات التي تعد جديدة نسبيا؟ نعم، في هذه المجالات تعتبر جديدة فعلا، لأن على متانة الأساسيات لتعاون الثنائي بين الصين ودول العربية، لأن كما عرفنا أن كل من الصين هو دول عربية لقد عانت نفس المعاناة في تاريخ، وأيضا في وقت الحاضر نواجه نفس الأهداف في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا تطلعات إلى المستقبل أيضا نفس رغبة شديدة لتحقيق لوصول إلى هذا الهدف أيضا. فأمامنا نفس المهمات، وأيضا من ناحية التكنولوجيات وخاصة التنمية الخضراء، هذا مهمة مشتركة بيننا. بين ناحية طبعا من جانب الدول العربية طبعا عندهم مختلف على اختلاف الدول، عندهم رؤيات للتنظيمات وبرامج في المستقبل، مثل رؤية 2030 ورؤية 35 وإلى آخره، ولكن أصلا رؤية التطورات الخضراء في المستقبل هذا رؤية متوافقة مع تنفيذ مبادرة الحزام والطريق التي طرحت الجانب الصيني رئيس شي جين بين قبل أكثر من 10 سنوات. هذا توافق كامل بين مبادرة الحزام والطريق والرؤيات تنمية الخضراء للمستقبل، هذا للدول العربية، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أيضا في أسواق الدول العربية هناك في طلبات وحاجيات متزايدة مع مرور الزمن، مثل هم عندهم مهمات لتحولات اقتصادية، لأن عرفنا أن بعض الدول العربية تعتمد على تصدير الطاقة التقليدية فقط، لأن هم يبذلوا جهود لتحقيق تحولات اقتصادية، هذا هدف من أهداف لتحقيق هذه التحولات الاقتصادية أيضا. أما من جانب الصين عندنا هذه القدرة وهذه القوة وهذا رغبة أيضا لإقامة هذا التعاون، بمعنى نحن متفقون من البداية حتى الآن وفي المستقبل أيضا متوافقون ومتفقون على هذه النقطة. هذا يعتبر نقطة ابتكارية جديدة لتنفيذ مبادرة الحزام والطريق. يعني بخلاصة القول هناك إمكانيات كبيرة في تعاون الصيني العربي وفي كافة المجالات القديمة والجديدة. فبسبب ضيق الوقت ننتهي هذه الحلقة هنا، شكرا لكم على المشاركة وعلى الحديث الجميل. أعزائي المشاهدين، شكرا جزيلا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.